الناس خريجين السلم التاسع اللي قضوا سنوات كثيره في هذا السلم هذا، ودفعتهم الظروف ومظلوميتهم لتأسيس التنسيقيه الوطنيه لأساتذة الزنزانه عشرة الأفواج من 95 ل 2005، واللي تنطالبوا فيه بتفعيل وتطبيق المادة 112 من القانون الأساس اللي تيدل اللي تيقول اعتماد أقدمية 15 سنة منها ست سنوات في السلم. وهذا القانون هذا ما زال مطبق وخير دليل على ذلك هو المذكرة الوزارية للترقيه بالاختيار ديال 2019 عاطية هذا الحق الأساتذة ديال الثانوي وقاسية الأساتذة ديال الابتدائي ما عرفناش علاش حنا تنطالبوا بتفعيل هذه المادة اللي فايتها طبقت على الناس ديال الابتدائي والشرط الثاني هو ترقية استثنائية لكل من استوفى 15 سنة ديال الأقدمية العامة مع جبر الضرر الإداري والمادي لان لا يعقل انسان يدوز 25 24 سنه من سلم لسلم بينما الناس جاو مورانا تعينوا مورانا راه وصلوا لخاريس السله وصلوا ل11 وصلوا لخاريس السله آه، احنا حنا نطالب السيد الوزير بتفعيل الماده 112 اللي هي 15 سنه اقدميه 6 سنين في الدرجه وكذلك بترقيه استثنائيه لكل من سوف 15 سنه اقدميه عامه مماثله بالافواج اللي تخرجوا في 2012 فما فوق كانوا مرتبين في الدرجه الثانيه اي بعد 14 سنه غادي يستافدوا من الدرجه الاولى اذا فاحنا هنا هن نطالب بالمماثلة اي 15 سنه اقدميه يعني ترقيه استثنائيه وكذلك الماده 112 اللي هي كاينه في السلك الثانوي ويجب تفعيلها في جميع الاسلاك هذه التعليميه بالنسبه للغد ان شاء الله كان حوار ما بين سيد الوزير وباقي النقابات نطالب بان الملف ديالنا ان شاء الله يكون بالملفات القويه لاننا كفئه جد جد متضرره بل انا بالنسبه لي الفئه الاكثر تضررا في الجسم التعليمي هي الفئه ديالنا وكنتمنى ان يكون حل عما قريب لاننا لدينا برنامج نضالي قوي نتوعد به جميع الوزارات